حبيبتي. إلهام على الخط. شو رأيك ما ترد؟ ألو إلهام، كيفك حبيبي؟ بخير وإنتي؟ ليش عم تحاكيني بهالأسلوب هاد؟ بخير وإنتي؟ شو عم تستناني لأحكي؟ لتكون نسيت إني أنا حبيبتك. مو معقول. انت كيفك حبيبتي؟ اليوم كان طويل، من الصبح كان عندي برامج يوغا مستشفى، وبعدين رجعت على البيت وحكيت مع امي بخصوص العرس، لهيك قلت بس ما تكون مزعوج لاني اهملتك. حبيبتي لا تاكلي هم، اطمني. انت شو عملت؟ شفت الصور بالجرايد؟ ايه شفتهم. وانا موبايلي ما هدي لحظة، الكل اتصل وعم يبارك. اتصلت لحتى اسألك، بكرة الصبح الموعد منيح؟ لشو؟ لنحدد العرس. طيب انتي خططي وانا موافق. لكن بكرة الصبح لا ترتبط، بعدين عندي اسئلة كتيرة لازم اسألك ياهم بخصوص العرس. مثل شو؟ بخصوص كل شي بخص حفلة العرس، المكان، الزينة، الموسيقى. كيف لازم تكون؟ انت لازم تكون معي وتختاره. تمام. انت منيح؟ من صوتك مبين تعبان. منيح ما فيني شي. لكن اتفقنا، بكرة الصبح بحاكيك. بحبك كرم. وأنا كمان. إلهام حضري شي سيناريو. نعم إلهام. ألو رزان، كيفك حبيبتي؟ بعتذر لأني ما قدرت حاكيك اليوم لأني كنت بالمستشفى. لا شو هالحكي هاد، مو مشكلة. بكرة فيني شوفك؟ بكرة بدي روح على النادي، في عندي درس. شو الموضوع؟ مفاجأة. بدي إياكي تروحي معي على الشركة. شو بدك تعملي؟ أمي بكرة بدها تعمل لي عرض خاص لفساتين العرس، ولازم تكوني معي. ما فهمت أنا شو دخلني؟ رح اشرح لك. امي بتكون مقرره موديل الفستان من قبل، واذا ما عجبني الموديل رح تتضايق كتير ونعلق مع بعض. انتي رح تكوني بصفي لما يعجبني شي موديل، وهيك بتدعميني بخياري. اتفقنا؟ تمام ماشي. بهالمناسبه لازم نبهك انه ماما كتير صعبه، من برا بتبين هادي بس الحقيقه عصبيه مثل النار. تمام اتفقنا. لكن وقت تخلصي التمرين ببعث سياره تاخدك. يا اما اذا خلصت عبكير بجي انا باخدك. بكرة أنا وكرم رايحين نحدد يوم كتب الكتاب، بعدين بدنا نحكي بخصوص العرس. هيك لكان. فرحانة كتير. هذا طبيعي. يلا بشوفك. على فكرة صوتك كتير منيح اليوم، انبسطت. شكرا. تصبحي على خير. فرحانة بالعرس ولا كأنه رح تموت بعد كم يوم؟ ليش حياتنا نحن بشو بتفرق؟ ما حدا بيتوقع إمتى رح يموت. يمكن تكون حياتها أطول من حياتنا. معك حق، ما منعرف بكرة شو مخبي. مين بيعرف؟ كان لازم قلك إني حامل، ما كنت اضطريت لأتحمل كل هالشي. يعني لو بوقتها قلتيلي كرم أنا حامل، ابن نبطني، كنت حملتك وطرت من الفرح. كنا رحنا فورا وكتبنا كتابنا. يا ريت لو ما عشنا كل هاللحظات القاسية
كنا متزوجين وفرحانين بابننا. من امتى فايق؟ مو من زمان يا روحي. شو كنت مشتاق لك. اوف، انا تاخرت كثير. على شو تاخرت؟ في عندك درس؟ أنا وإلهام متواعدين. بدكن تحضروا للعرس؟ شوفك يا روحي. Thank you.